نرحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة النهاردة، ويمكن في كلام عن أزمات يعني بتواجه اتحاد الكرة، يمكن في كلام عن الميركاتو الصيفي في الداخل وفي الخارج، والأسماء الكبيرة اللي بنسمعها بتنتقل وبترفض عروض بملايين يعني اليوروهات، حاجات كتيرة وملفات عديدة وكواليس أيضا هنناقشها مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الأستاذ سامح سمير. يا صباح الهنا. صباح الهنا، اقول لك بونجورنو بقى المره دي بس بالايطالي بقى. منور الدنيا يا استاذ سامح. نورك بنورك. تمام كريم، خلينا نبتدي مع حضرتك بالتفصيل اللي كانت نهواد بتنكوشك فيها في الفاصل قبل ما نطلع مع المشاهدين على الهواء. ملف شائك. ملف فعلا شائك واصبح هو حديث المدينه يعني الفتره الاخيره، فكره دوري المحترفين للقسم الثاني بالتفاصيل اللي تم الاعلان عنها. كيف رأيت هذا الأمر؟ وما الغرض منها أيضا يعني؟ وهل هتفيد ولا لا؟ أو يعني احنا حابين نفهم فعلا. لا، هو السؤال هل أنت وصلت هنا؟ هل أنت وصلت في مصر أنك أنت بتطبق نظام الاحتراف بالشكل اللي أنت بتحلم بيه؟ هل أنت وصلت بمستوى الأندية ومستوى اللاعبين ومستوى البطولات المحلية اللي أنت بتحلم بيه؟ وده السؤال. عشان أنت تركز أنك أنت تطبق دوري المحترفين وتعمل خناقة كده ما بين أعضاء الجمعية العمومية الأندية كلها عشان خاطر الناس للأسف الأندية اللي مش لاقية، مش عايزهم، مش لاقي تاكل عيب طبعا، يعني نفسنا يكون في امكانيات بس مش لاقي تلعب، مش لاقي تلعب، خلينا نزوق. فمش لاقيين، مش لاقي تلعب، مش لاقي انها تروح وتيجي وتسافر، والفريق اللي في القاهره يروح اسوان واللي في اسوان يروح الاسكندريه. طبعا ازمات فلوس وبادجت وقصص، يعني الصعيد مبدئيا هتعاني بشكل صعب جدا. صعب جدا يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ناس بتاكل تفطر وتتغدى وتتعشى كوره، نفسهم ان هم يلاقوا نفسهم زي محمد صلاح. ده طبيعي، حق مشروع لاي لاعب. انت في النهايه النهارده بتلزمه ان هو يلعب دوري محترفين، علشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين ايه حكايه دوري محترفين، القصه رايحه فين. كل الحكايه ان هم عايزين يعملوا دوري محترفين بديل للدرجه الثانيه، ما يبقاش موجود. الانديه اعترضت لان معنى انك انت تكون موجود دوري من مجموعه واحده يعني في الانديه كلها، فطبيعي انك ذهاب وعوده، ذهاب وعوده، فهتلعب القاهره تلعب اسوان تسافر، اللي في اسوان هيلعب في اسكندريه هيسافر. طبعا فلوس وقصص وامكانيات غير متاحه لهذه الانديه اللي للاسف ضعيفه ماديا، ما عندهاش الامكانيات المتاحه، فانت رايح تلزمهم بدوري محترفين. بالطبع كان في كارثه وهي الاعتراض على هذا الامر والتهديد بالتصعيد لفيفا. الفتره اللي فاتت كان اتحاد الكره متكتم شويه على الامور، سايب الموسم ينتهي بدون ازمات ومشكلات، وكان منتظر ان هو يعلن عن قراره النهائي. اللي طلع او اللي اتقال ان الانديه وافقت في البدايه، ان انتوا بالفعل وافقتوا، احنا قلنا لكم زعلانين ليه؟ طبعا الناس خرجت قالت لا، بس ما حصلش الموافقه، وما حدش طبعا، دي حاجه مش ملموسه تقدري يعني تشوفيها، ولكن اللي شفناه وعرفناه ان كان في فوره كبيره جدا ما بين الانديه، خلينا نقول بقى الشعبيه، ان معظمها فعلا بيبقى شعبي برضو هذه الانديه المحترمه، فطبعا رفضوا هذا الامر. اللي طلع دلوقتي في كده يعني سيناريو حلو كده بيتعمل فيه الكواليس، انك انت في النهايه توافق على دوري المحترفين. الانديه اللي وافقت، الانديه اللي رفضت تلعب هي في دوري الدرجه الثانيه، يعني عملها الف وب عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا فاهمين. يعني انت الدرجه الثانيه قسمته اثنين، عملته الف ده دوري المحترفين اللي هيبقى فيه 20 نادي هيتأهل منه فرقتين، كويس كده عشان الناس ما تتوهش مننا. الدرجه الثانيه موجود بس مسمى الممتاز ب، هيبقى الف وب، ب ده هيلعب فيه بقى ثلاث مجموعات زي ما احنا، الصعيد، مجموعه الصعيد، مجموعه بحري، مجموعه القاهره والقناه، هيطلع منهم فريق واحد. ده ربنا هينافس بقى انت الممتاز الف خلاص. عشان لا 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 مش هينافس، هيطلع فريق واحد بس اللي هيطلع واحد من ثلاث مجموعات على الدوري الممتاز مباشرة، هيطلع فرقتين من دوري المحترفين على الدوري الممتاز مباشرة، وهيهبط طبعا ثلاثة من الدوري الممتاز. لو افترضنا حضرتك كنت بتقول من شوية ايه فكرة ان في عندك كتير من الاندية وللأسف اغلبها اندية شعبية وجماهيرية، لكن للأسف ما عندهاش ميزانيات تذكر تقدر تسافر وتروح وتيجي بموجبها، لو افترضنا ان المشكلة المادية دي ما كانتش موجودة عند ولا نادي من الاندية، ايه الافادة اللي ورا التقسيمة اللي اتعملت دي؟ ما هو ده السؤال، ايه الافاده اللي انت عايز تعملها كاتحاد كوره من تطبيق دوري المحترفين؟ يعني هل انت ايه الاضافه الجديده؟ ايه الاضافه على مستوى اللعبه؟ ايه الاضافه على مستوى الانديه؟ ايه الاضافه على مستوى الفلوس؟ يعني يا ريت هم يطلعوا يقولوا لنا هذا المخطط او هذا التطوير رايح على فين؟ عشان نقدر نقنع الناس، عشان نقدر احنا نعرف ايه الغرض من ده. ولكن انت في النهايه بتعاند انديه فقيره، أندية بتحتاج ان هي يعني بتلملم كده يعني شويه يعني الامكانيات الماديه اللي بتدخل لها عشان تقدر تصرف على الفرقه، لكن طبعا امكانيات ضعيفه جدا. اللي انت بتحلم بيه ده صعب تطبيقه تماما على ارض الواقع، ولكن في النهايه هو حب يجامل الناس كلها،
يعمل دوري ممتاز، دوري ممتاز ألف. معقول احنا بنجامل بعض لسه؟ يعني هل طبعا طبعا، ما هي مجامله واضحه. انت النهارده لا نفذت قرارك انك طبقت دوري المحترفين ولغيت الدرجه الثانيه، ولا انت فضلت على الدرجه الثانيه ولغيت دوري المحترفين بناء على رغبه الانديه الفقيره، الانديه اللي بتعاني ماديا، الانديه اللي عندها ازمات. انت جاي بتضغط اكتر عليهم ان خلاص ثلاث مجموعات يطلع منهم فريق واحد فقط، ودوري المحترفين 20 فريق يطلع منه فرقتين فقط، الثلاثة يروحوا على الدوري الممتاز. فطبعا أنا شايف أن هي لخبطة ملهاش معنى، وفي النهاية أنت المفترض أنك تقف بجوار الأندية الجماهيرية اللي بدأت، مش عايز أقول تختفي يا جماعة، إحنا بنبكي بالدموع، مش إحنا بقى، جماهير الأندية. اتفرج على الإسماعيلي، اتفرج على المصري، اتفرج على الاتحاد السكندري، يا جماعة بلدية المحلة والمحلة اللي منهم واحد صعد ومنهم واحد هبط، بلدية المحلة لما وصل للدوري الممتاز المحلة كلها قامت، الدنيا كلها نازلة في الشوارع، فرحة ما بعدها فرحة. أنت محتاج جنب طبعا الخصخصه وجنب الفلوس وجنب انديه الشركات، انت محتاج الانديه الجماهيريه يا جماعه، ما ينفعش ان احنا نسيب الانديه دي تروح الى النفق المظلم، مش هنقول اكتر من كده. انديه الشركات من وجهه نظر حضرتك يعني تفيد ام تضر؟ انا بتكلم عن التجربه في مصر، خليني اعرف من ده بالشكل اللي بيطبق في مصر، ان في العالم بيطبق بشكل الى حد ما مختلف تماما، يعني يا بتدخل الشركات تبقى زي راعي رسمي للنادي وهي اللي بتبتدي تصرف وبتبتدي شويه يبقى في قوانين اللي هي تتدخل في الاداره، ولا النادي يتدخل في قرارات برضو الشركه، بيبقى في سيستم، او زي ما عندنا بقى مطبق هي بيخشوا لا انا مش عايز حد يتدخل، انا عايز نادي بشتريه من الصفر او بجهز نادي من الصفر، وزي ما حضرتك شايف ده بيجي على حساب الانديه الجماهيريه. ده فايد الكره المصريه ولا ضرها؟ هو بالطبيعي هيفيدها مش هيضرها. يعني انا شايف ان خصخصه الانديه او ظهور انديه الشركات، طبيعي انك انت لما بتدفع فلوس بتقدر تعمل تجربه كويسه جدا. وامامنا خلينا نتكلم يعني بمنتهى الحياديه، نتفرج على تجربه فيوتشر، نتفرج على تجربه بيراميدز، في اكثر من تجربه في مصر نجحت وبتصارع على الدوري الممتاز. بيراميدز كان خلف الاهلي بشراسه، والاهلي منفرد ومتوج و نجحت خاتم الحكاية طبعا، ولكن بالزبط. هل ضافت للكره المصريه؟ هي ده اللي انا بسأل بالتاكيد فيه. بالتاكيد لازم تضيف، لازم تضيف طبعا لمنتخب مصر، لكن احنا ما شفناش لسه على ارض الواقع. انا لسه ما شفتش منتخب مصر كاس عالم بعد ما اخر مشاركه، لسه ما شفتش كاس امم الافريقيه رغم ان وصلت للنهائي، ما شفتش على ارض الواقع. لكن شفت منافسه مع النادي الاهلي، منافسه مقبوله، الاهلي في النهايه هو البطل كالمعتاد كالعاده، قدر ان هو يفوز بالبطولات. بيراميدز بيسعى وراه بدراوه، فيوتشر بيسعى خلفهم بدراوة، في تجارب ناجحة، تجارب مقبولة، تجارب عاملة شغل، عاملة منافسة. لكن في النهاية لازم انت تلحق لي الأندية الجماهيرية، في النهاية انت لازم تقف خلف الأندية الجماهيرية، في النهاية احنا لازم نلحق قبل ما تلاقي نفسك انت في النهاية مفيش أندية جماهيرية على الساحة. الأندية الجماهيرية هي اللي مدية طعم للدوري، هي اللي مدية طعم وريحة ولون. الكلام ده من قديم الأزل، من أيام ما كان في أسماء ما بقتش موجودة زي الترسانة وإسكو وحاجات زي بتاعة زمان دي، بس للأسف ما هو البدايل اللي استجدت، مش هقول كبديل للأندية الجماهيرية اللي هي أندية الشركات، ما عندهاش الشعبية والجماهيرية اللي عند الأندية اللي مهددة بأن هي تنزل يعني المستوى. صحيح، أنت النهاردة ما عندكش. طب حلها إيه الحكاية؟ أنت ما عندكش لقاءات قمة في بطولة الدوري الممتاز إلا ما بين الأهلي والزمالك، أو الأهلي لما بينافس بيراميدز عشان خاطر بيراميدز بيحاول يسعى أن أنا كبير في الدوري المصري، فطبعا بيبقى فيه منافسة وبتبقى حاجة محترمة جدا بنشوفها على الشاشة، بننبسط، انبسطنا في السوبر المصري، انبسطنا في الدوري الممتاز، انبسطنا من مباريات الأهلي وبيراميدز زي مباراة الأهلي والزمالك، بل أنا شايف أنها كانت أقوى هذا الموسم مواجهات الأهلي وبيراميدز. لكن الأندية الجماهيرية أنت مشتاق انك انت تشوف الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه، كان اللي بيحصل. مشتاق انك انت تشوف الاهلي والمحله في المحله، استاد الرعب في المحله، كان اللي بيحصل. انت مشتاق، بتزعل، فبتزعل على بلديه المحله، بتزعل على المحله، بتزعل على اسوان، المنصوره يا جماعه لما طلع تامر بجاتو، لا انت بتزعل من اسماء، بتزعل من محافظات، بتزعل من انك انت في جماهير بتنزل الشارع عشان هذا النادي اللي ما بقاش موجود على الساحه تماما. انا عايز اقول لك، انا عن نفسي انا راجل اسكندراني، كنت لسه هقول لك على الاولمبي والمريخ بالظبط. الله يفتح عليك يا احمد الكاس. احمد الكاس جاي منين يا جماعه؟ هذه الاسطوره في منتخب مصر، هذه الاسطوره في نادي الزمالك، هذا اللاعب الخلوق الراقي الكبير الاحترافي، ده طالع من نادي الاولمبي يا جماعه. لا انا بس يعني كنت ليه بستشهد بنفسي في الحته دي؟ لان انا لامس من وانا طفل صغير في اسكندريه نهاوند الدنيا بتتقلب لو في ماتش للاتحاد بصفه خاصه مع الاهلي وبتلعب في اسكندريه. طبعا اسكندريه بتقف على رجلي بالمعنى الحرفي، اسكندريه من المحافظات اللي كل سكانها
بيتنفسوا كرة قدم ومعظمهم بيتنفس الاتحاد السكندري وبورسعيد برضو في المصري نفس القصة طبعا. الأهلي لما بيروح يلعب في أي محافظة أي محافظة بيلعب فيها النادي الأهلي أنت جاي نجوم منتخب مصر طبعا. أنت جاي نجوم الكبار أنت جاي للبطل المتوج في إفريقيا ومحليا طبعا. ودوليا ومصنف عالميا أنت جاي تشوف نجم الشباك النهاردة طبعا. فطبيعي المحافظة كلها تبقى واقفة الجماهير كلها تبقى في المدرجات الفريق اللي أنت رايح تلعبه مبسوط هيشوفك مبسوط انه يلعب قدامك طبعا. وسائل الاعلام كلها بتتكلم الجرايد كلها بتتكلم السوشيال ميديا كلها بتتكلم فطبيعي ان المحافظه كلها تقف على قدم وساق في استقبال الاهلي ده طبيعي يا جماعه ده مش مجامله للاهلي ومش بنتكلم عشان في قناه الاهلي طبعا. لا اللي ما يشوفش ده واقع يعني. يبقى عنده مشكله طبعا. فطبيعي فانت محتاج انك انت تحافظ على هذه الانديه الجماهيريه تقعد معاها تتكلم معاها ما تطهقهاش بدوري محترفين ما توصلش لمرحله انك انت الناس تقول لك هشكيك في الفيفا عيب عيب احنا مش عارفين نحل مشكله يا جماعه على الترابيزه اللي احنا دي عليها ديت هل في مصلحه نتكلم هل في فلوس داخله نتكلم ويتوزع الخير على الكل ولكن في النهايه ودن من طين ودن من عجين واصل في النهايه ان انا اراضي الكل والعب دوري ممتاز الف العب الف والعب ب واهل ثلاثه للدوري الممتاز انا شايف ان هو قمه العبث فقط المشكله دي طيب نبعد عن العبث شويه عشان المود قلب خلينا في العبث خمسه كده احنا موجودين فيها على طول خمسه كده والقعده الكلام نرجع تاني بس خلينا نروح عالميا شويه وفي انا عندي علامه استفهام على برشلونه تحديدا لان برشلونه من الانديه طبعا تاريخها معروف الدروب اللي حصل من 2020 لحتى هذه اللحظه اقتصاديا او ماديا لسه عندهم ازمه ماليه كبيره ورغم ذلك قدروا ان هم برضو يعني يفوزوا الموسم اللي احنا فيه ده وفي نفس الوقت برضو لسه ما فيش صفقات يمكن جوندوجان الصفقه الوحيده اللي سمعنا عنها لكن برضو برشلونه يعني من الناحيه الفنيه قادر يكمل قادر شويه ان هو ما يهبطش ولكن من الناحيه الماديه مش قادر يقف على رجليه فمعادله غريبه جدا يعني انا مش فاهمه برشلونه المعادله دي ازاي واصل ليها على عكس بقى لو انا قارنت بانديه اخرى برضو ليس لديها من الامكانيات الماديه الكافيه ولكن فنيا ما بتقدرش تقف على رجليها غير لما يبقى في استقرار في الاداره ويبقى في يعني ماديا كمان استقرار كبير ازاي قدروا يعملوا المعادله دي انا مش فاهماها شخصيا لا انت بتتكلمي على نادي مؤسسي برشلونه نادي كبير جدا زي النادي الاهلي بتتكلمي على نادي كبير جدا الاهلي كان عنده ازمات كثيره جدا على مستوى الاصابات على مستوى المشاركات على مستوى اللاعبين على مستوى الصفقات كان عنده ازمات ولكن في النهايه الاهلي هذا الموسم نجح ان هو يعمل خماسيه تاريخيه كولر يعني هنتكلم اكيد عن الاهلي كولر ما كانش يحلم انا بقول ان هو يعمل خمس بطولات مع الاهلي وده شابوه ليه وشابوه لمؤسسه النادي الاهلي ان هي خلت كولر يحقق خمس بطولات بعد ما الاهلي فقد على مستوى موسمين متتاليين هي دي برشلونه نفس القصه برشلونه مؤسسي نادي كبير نادي يستطيع ان هو رغم انه بيفقد نجوم مشي منه نجوم لكن يستطيع ان هو بالشكل المؤسسي ده بالقاعده الجماهيريه العريضه ان هو يقدر في النهايه يقف على رجليه ويحقق هذه المعادله الصعبه زي ما حضرتك فضلتي وقلتي قدر ان هو يقهر ريال مدريد وقدر ان هو يقف على قدميه الموسم اللي فات وكانت قنبله طبعا برشلونه اللي خرج من دوري ابطال اوروبا طبعا ما كانش متواجد في القصه ولا الصوره ولا حدوته ففي النهايه قدر ان هو يعمل ده فطبعا ده مش بعيد ولا بكثير على نادي كبير زي برشلونه بس ده برضو ما منعش ان برشلونه في الفتره الاخيره برضو تحس ان في حاله من التخبط وعلى فكره مش لوحده يعني عندك في اوروبا فرق كتير المنطق يقول ان المفروض ان الفرق دي يعني تولع الدنيا لكن ده مش حاصل لو استشهدنا بحاجه زي بي اس جي مثلا باريس سان جيرمان وكتيبه مدججه باهم الاسماء وكذا ما نتجش عنهم حاجه لا وهم واصلين كمان باريس سان جيرمان خلاص يعني زي ما يكون هو محطوط للدوري الفرنسي فقط يعني هو يطلع كده صولات وجولات في دوري ابطال اوروبا ولكن بيعود للدوري الفرنسي فقط الدوري الفرنسي مش قوي بالشكل اللي احنا متصورينه يعني هو باريس سان جيرمان تقريبا الحاكم بامره في الدوري الفرنسي ده ما فيش منافسه طول عمر الدوري الفرنسي قوي طبعا يعني لا مش بالصوره خلاص باريس سان جيرمان فارض سيطرته على الدوري الفرنسي وبيطلع منه على دوري ابطال اوروبا وسعى مرارا وتكرارا في دوري ابطال اوروبا ولكن في النهايه باريس سان جيرمان لا يستطيع ان يحقق ما يحققه ريال مدريد مثلا او حتى برشلونه اللي اتكلمنا عليه ليه هو عنده لعيبه زي الفل ايه المانع لا هي القصه كلها بص اقول لك على حاجه في انديه بتبقى
يعني مش عايز اشبه كله بالنادي الاهلي ولكن يعني. في كده انديه عندها ثقافه البطولات، ثقافه الفوز، البريق واللمعان العالمي مش المحلي فقط، ان انا اقدر اصل يعني الاهلي ما هو موجود، ما في انديه ممتازه زي النادي الاهلي في الدوري المصري، لكن الاهلي قادر ويستطيع ان هو يصل لدوري ابطال افريقيا، يفوز بالبطوله مره واثنين وثلاثه وعلى التوالي بالمناسبه، يتم مقارنته بانديه عالميه، بيروح في كاس عالم للانديه وبيلاقي احترام الكل من اداء ونتائج وبطولات، ايضا الميداليه البرونزيه دايما الاهلي بيحجز على الاقل المركز الثالث، وليه بريق عالمي وبريق دولي، فده مش موجود للاسف في بعض الانديه زي باريس سان جيرمان، رغم ان باريس طبعا فريق كبير وقلعه كبيره وليه صولات جوله في دوري ابطال اوروبا وايضا على مستوى الدوري الفرنسي، ولكن للاسف زي ما قلنا ما فيش غير اسم باريس سان جيرمان في فرنسا. طيب عشان برضو الوقت انا عايزه اروح معاك برضو عن في حاجات كده مؤخرا انا نفسي مش بفهمها، ارسنال وسيتي المباراه كانت قويه جدا، شفنا تالق رائع من ارسنال، طب هو ارسنال ليه بيبقى متالق جدا وبعدين يجي في النهائيات ما يبقاش متالق تماما ويجي في الوديات بيبقى قوي برضو، يعني ليه هذا النادي بما يحمله برضو من تاريخ ليه مش بيوفق في حسم البطولات وبالقوه اللي هي يمتلكها يعني غريبة. هو بيحاول طبعا على مستوى سواء كان على مستوى الصفقات او على مستوى نتائج على مستوى ارتيتا كمان نفسه اللي انا شايف ان هي تجربه هايله جدا في ارسنال، بالطبع طبعا دي كانت اللحظه، طبعا لازم اشكر فريق الاعداد والاخراج على القصه، طبعا النني منور الصوره طبعا لازم نتكلم عليه، هو البطل رقم واحد رغم ان لسه طبعا النني بيجهز ليه ان هو يبقى متواجد معاهم، ولكن طبعا كانت فرحه ما بعدها فرحه، قدروا، انا هقول كلام ارتيتا مش هقول كلام انا كسامح سمير، لا ارتيتا نفسه خرج في المؤتمر الصحفي وقال انا فزت على افضل فريق في العالم، هو شايف ان السيتي افضل فريق في العالم، وطبعا كانت مباراه رد الاعتبار لان هم خسروا الدوري الانجليزي بفارق خمس نقاط فقط عن مانشستر سيتي، فكان في وجع قلب كده كان في حرق الدم كده عند ارسنال، فهم حسوا ب الدلع الخيريه او بالسوبر الانجليزي بقى المسمى الثاني ليه ان هم يفوزوا على السيتي، رد الاعتبار خد دفعه معنويه قبل بدايه الموسم اللي خلاص هيبتدي الاسبوع القادم وفاز على مانشستر سيتي، فارتيتا طالع بشكل منظم جدا هذا الموسم، عجبني تصريحاته قال انا مش هعمل زي الموسم اللي فات، انا دلوقتي هفكر في بطوله يعني حال لاعب كره القدم فاز على السيتي وفاز بالدلع الخيريه ولكن هيخرج هيطلع الملعب يتدرب عشان عنده بطوله تانية، عنده يوم جديد، فهو بدا يفكر في بطوله تلو الاخرى. والحلو عندهم ان هم مش لما لا يوفق مدير فني يغيروه على طول، يعني هم كمل معاهم وعنده خطه للي جاي وعنده بلان معموله، مع ان احنا لو كان ده حصل عندنا كان ممكن يبقى فيه مثلا تغيير في لا هم صبروا على بعض كويس قوي، هم صبروا على بعض كويس قوي، ارتيتا نجح ان هو يصل لمرتبه كويسه جدا في الارسنال وعند جماهير الارسنال وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى علاقته حتى باللاعبين، وده ظاهر في الملعب بشكل محترم جدا، تصريحاته كمان محترمه بصراحه، فيها مسؤوليه، فيها مسؤوليه، فيها مدير فني بيتكلم بشكل هايل جدا، وصل ان هو يصارع على الدوري الانجليزي، خسر طبعا بسبب سلبيات كثيره جدا فاتعلم من الاخطاء وده ظهر في مباراه اول امس. احنا وقتنا انتهى للاسف، يا دوب نلحق نشكرك شكرا جزيلا نورتنا. اشكركم طبعا، صباح الفل عليكم وعلى الساده المشاهدين، ونتمنى موسم جيد ان شاء الله يا رب يكون قوي ويبقى افضل كمان من الموسم الحالي للنادي الاهلي. قراءه ممتعه مع حضرتك بجد استاذ سامح، بجد من الضيوف المميزين جدا. هنروح لا مش فاصل بقى، هنروح خالص، هروح من هنا لغايه بكره طالعين مش زي العسل وبارك الله في بلدنا. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله.